هدفي الأول أن يستنتج الطالب عناصر محصلة قوتين على حامل واحد وبجهتين متعاكستين. محصلة قوتين على حامل واحد وبجهتين متعاكستين هي قوة وحيدة، هي قوة وحيدة، طبعاً المثال اللي دائماً بينذكر في حالة القوتين على حامل واحد وبجهتين متعاكستين هو شد الحبل. شد الحبل يمثل شد الحبل عناصر ما حصلت قوتين على حامل واحد لأنه الشخصين ماسكين الحبل نفسه فهم شخصين على حامل واحد وبجهتين متعاكستين لأنه فريق عم يشد باتجاه اليمين وفريق عم يشد باتجاه اليسار فأنا في هذه الحالة لدي قوتين على حامل واحد وبجهتين متعاكستين يعني مجرد أنه ينذكر. مصطلح عناصر محصلة قوتين على حامل واحد وبجهتين متعاكستين، أنا فورا بدي أتذكر شد الحبل لحتى أحسن أفهم الموضوع، طبعا الفيزياء بدها إنه أنا كل شيء أتخيله أو أرسمه بإيدي لحتى أنا أعرف حله أو أعرف ما هو هذا الشيء. هلا الشخص اللي على اليمين اللي أنا رسم السهم اللي له باللون الأحمر يشد بقوة مقدارها اف 2 80 نيوتن. الشخص اللي أنا رسمته هون باللون الأزرق السهم باللون الأزرق اللي هو اف 1 يشد بمقدار 100 نيوتن، هلأ أنا كمنطق إنه في شخصين عم يلعبوا شد حبل، واحد عم يشد بمقدار 80 والثاني عم يشد بمقدار 100، فأنا يعني منطقياً رح أعرف إنه اللي عم يشد بمقدار 100 هو رح يسحب الحبل باتجاهه فهون ما معنى محصلة هذين القوتين؟ أنا لدي قوتين، قوة تشد باتجاه اليمين وقوة تشد باتجاه اليسار، هلا محصلة هاتين القوتين هي نهاية لعبة شد الحبل، يعني هذا الحبل بالأخير على أي طرف بده ينشد، هلا منطقياً هو رح ينشد باتجاه القوة الأكبر، لأنه اللي قوته 100 نيوتن هو اللي رح يكون قادر على سحب الشخص اللي قوته 80 نيوتن ويشده. فهذه المحصلة اللي هي اف شعاع اللي هون مرسومة باللون الأصفر هون هي شعاع اللي مرسومه باللون الاصفر هذا السهم الصغير هي هو الشعاع الممثل المحصله. هلا كم مقدارة؟ طب انا قلت مثلا هذه المحصله قلنا عناصر اي قوه؟ لا القوه اربع عناصر، نقطه تاثير وحامل وجهه وشده. طيب انا هي المحصله ما هي نقطه تاثيرها؟ نقطه التاثير المشتركه للقوتين، ما هو حاملها؟ حامل القوتين. ما هي جهتها؟ بجهة القوة الأكبر، لأنه الأكبر هو اللي رح يشد نهاية نهاية لعبة شد الحبل هو شخص رح يشده باتجاه اليس... اليسار، هون ليش؟ لأنه أنا عندي هون بجهة اليسار شخص عم يجر بمقدار 100 نيوتن أكثر من الشخص اللي موجود بالطرف الآخر اللي عم يجر بمقدار 80 نيوتن، تمام؟ محصلتها محصلتها ناتج طرح الشدتين ناتج طرح الشدتين خلينا نشوف حامل و... معناتها محصلت قوتين على حامل واحد وبجهتين متعاكستين وهذا السؤال بيجي بالدورات اكتب عناصر محصلت قوتين على حامل واحد وبجهتين متعاكستين يعني نكتبه بشكل نظري هو سؤال مهم فما هي عناصر هذه المحصلة نقطه تاثيرها هي نقطه التاثير المشترك للقوتين حاملها هو حامل القوتين جهتها بجهة القوة الأكبر معنى الإختلاف بين عناصر محصلة قوتين على حامل واحد وبنفس الجهة كان محصلتهم جهتها بجهة القوتين أما هون أنا عندي جهتين متعاكستين المحصلة في أي جهة سوف تذهب؟ سوف تذهب باتجاه القوة الأكبر شدتها ناتج طرح الشدتين شدتها ناتج طرح الشدتين F تساوي F واحد ناقص F2 طبعا اللي لازم تعرفوا انه لما انا بكتب شدة يعني قيمة في شيء له قيمة انا بدي اكتبه رقم انا بشيل الشعاع ما بكتب فوق كلمة شعاع شدتها F تساوي F1 ناقص F2 طبعا اذا كانت F2 هي الاكبر بكتب F2 ناقص F1 عارف. هون آه كيف يعني اف تساوي اف واحد ناقص اف اثنين؟ يعني مثلا الاول فضل. 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 شو تفضلي؟ تفضلي اقول يعني فضل. انه الاف واف واحد هاي قوتين اللي عم يشدوا الطرفين F اللي عم يشدوا الاف واحد هن اللي عم يشدوا والاف اثنين الاف واحد هي عم تشد باتجاه اليسار والاف اثنين عم تشد باتجاه اليمين ايه. تمام طيب عن مو لازم يعني نكتب مثلا الشدي اف آه واحد نطرح الاف اثنين وتساوي اف وبنكتب النتيجة اللي عم يشدوا فيها هل انت بدك يعني النتيجة ولا انت قصدك انه المكتوب غلط ولا شو انا ما فهمت سؤالك بالضبط لا انا لا. يعني كيف هيك كيف هيك عملناهن يعني انه اف تساوي اف واحد ناقص اف اثنين هون بس يعني لنا هاي إيه هي المحصله يعني بالنتيجه هذول الاثنين الشخصان عم يشدوا الحبل حدا باتجاه اليمين وحدا باتجاه اليسار نتيجه محصله هذا الشد شو راح تكون هي راح تكون قوه راح نشد الحبل باتجاه اليسار لانه الشخص اللي عم يشد ب... اللي عم يشد باتجاه اليسار هو قوته اكبر طب راح يكون مقدار الشد باتجاه اليسار بقوه كم مقداره الاف واحد 100 الاف 2 80 فمقدار الشد راح يصير F تساوي F1 ناقص F2 ناتج طرح الشدتين يعني 100 ناقص 80 رح يكون 20 نيوتن تمام تمام يعطيك العافيه الله يعطيكي وضحت يعني يعني دائما انا اذا عندي اذا جيت اطبق هون يعني F شو تساوي F تساوي على هذا المثال مثلا 100 مي 100 يعني هو شو يعني المحصله يعني بالبالنهايه بالنهايه بالاخير النهاية. شو رح يصير ايوه شو راح ناقص 80 فشو راح يصير؟ راح يصير عندي 20 نيوتن تمام؟ تمام فالمحصلة ناقص طرح الشدتين تمام؟ تمام هلا هون هن راسمين بس الالوان انه اف واحد اللي هي 100 نيوتن بالاحمر، اف 2 بالازرق اللي هي 80 نيوتن اف المحصلة هي هذا السهم الاصفر الصغير لانه هو 20 نيوتن فهيك راح يكون انا لما بمثلهم باشعه هيك رح يكونوا جدا يعني شو معنى المحصله يعني بالنتيجه شو رح يصير بالمجمع رح يصير شو رح يصير؟ رح يصير انه الحبل سوف ينزاح باتجاه اف واحد او الشخص اللي قوته 100 نيوتن ولكن قوه السحب او القوه اللي رح ينشد فيها هذا الحبل لن تكون 100 نيوتن لانه بالطرف المقابل في شخص عم يجرب بمقدار 80 نيوتن وبالتالي راح تكون بمقدار فرق الشدتين او ناتج فرح الشدتين واضح يلا مين كمان عنده سؤال طلاب تفضلي يا ساره فهد سهلة نقطة التأثير وحامله وجهته وشدته هدول لازم نحن على طول نحفظه ونكتبهم كل مسألة تعوض إيه. عنهم كل كل انواع القوى لما بيقولوا لك اكتب محصله قوتين هلا نحن عندنا بعدين بمر القوى المتوازيه القوى المتلاقيه اكتب اكتب عناصر محصله قوتين مثلا متلاقيتين كله بدك تكتبي هدول الاربعه نقطه التاثير الحامل الجهه الشده تمام؟ ايه يعني بس بنعوض <applause> لا بس بعدين بيختلف لا بعدين ممكن هلا نقطة التاثير دائما هي نقطة التاثير المشتركة، ولكن الحامل في القوى المتلاقية بيختلف تمام؟ بالقوى المتوازية كمان بيختلف، فنحن بدنا نركز على أول شيء هون على حامل واحد معناتها الحامل هو حامل القوتين تمام؟ لما بيكونوا بنفس الجهة، جهة بجهة القوتين، لما بيكونوا بجهتين متعاكستين بتكون بجهة القوة الأكبر. لما كل خذ فقره بفقرتها بنمرق عليها ونحن مركزين كله يعني كله بيصير واضح مع الوقت تمام فانت نحن اي قوه بدنا نحفظها لاربع عناصر نقطه تاثير حامل وجهه وشده تمام تمام يعطيك العافيه الله يعافيك أه، تفضلي يا فاطمه علي هسه هلا اذا كتبنا شدتها اف يساوي 100 ناقص 80 يساوي 20 يعني بصير هلا هو بيصير بس انت دائما لانه هو بيجي سؤال نظري بلا بلا قوانين فانت احفظي القانون مشان انت يعني لما يس يعني لما يكون اجى وقت تطبيقه يعني او تكتبي بس نظري ما تتلبكي فيه لا احفظيه اسهل لك ناتج صرح الشدتين يعني هو سهل تمام؟ هون في هي الحاله اوكي هاي في هاي الحاله 100 ناقص 80 بس انت لا دائما اذا بتمشي خطوه خطوه بيكون عندك يعني بتاخذي علامه على الخطوه ممكن احيانا واحد يخربط بالتعويض بعدين بالمسائل خلص انت بتكوني اخذتي العلامه تمام خطوه خطوه لا تستعجلي تمام يعني انا هلا المساله هي هي حلها ويعني كلياتها ايه هي, هي كلياتها تمام اه تفضلي يا علا فايز هلا يعني على طول جينا يعني الـ قانون هيك على طول بيجي مثلا طرح شدة القوتين ولا كيف؟ في حال كانوا القوى على حامل واحد وبجهتين متعاكستين تمام؟ في هذه الحالة الشدة ايوه حاصل طرح الشدتين في هذه الحالة هي ناتج طرح الشدتين تمام؟ تمام يعني في مثلا تجي مثلا, أقل. مثلاً ولا بس على طول مثلا انه اللي... يعني بس كانت على حامل واحد بجهتين متعاكستين هون طرح طرح اي نحن احنا بدنا نعامل الموضوع معامله منطقيه حدا عم يشد باتجاه اليمين 80 نيوتن والشخص الثاني عم يشد باتجاه اليسار 100 نيوتن الحبل باتجاه مين رح يروح؟ باتجاه اليسار، القوة اللي رح يصير فيها يعني القوة اللي هي رح تأثر على الحبل وتحركه باتجاه اليسار، معقول تكون 100؟ لا، لأنه في حدا عم يجرب الطرف المقابل بقوة 80، رح تكون الطرح 100 ناقص 80 20 نيوتن، تمام؟ تمام، يعني هلا هون مثلا بالامتحان الأخير ما بيجيبوا لنا أرقام مثلا 100 أو 80، لا خلص بيجيبوا لنا بس شوفي لا شوفي بيجي سؤال نظري هيك بلا ارقام اكتب عناصر محصله قوتين على حامل واحد وبجهتين متعاكستين وبيجي احيانا مساله بيجيكي مساله انه اثر مثلا في فرق فريقين عم يلعبوا شد الحبل اثر الاول بكذا واثر الثاني بكذا الى اي جهه سوف تكون المحصله وما هي هذه المحصله تمام بيجي اثنين وممكن مثلا بالمسألة أيوه. يقول لك اف بالسؤال النظري اف 2 اكبر من اف 1 فانت رح تعرفي انه الجهه اف 2 اكبر من اف 1 فالجهه رح تكون بجهه القوة الاكبر اف 2 تمام؟ تمام. يعني إحنا نحفظ القوانين ونطبقها مشان نعرف نشتغل فيها. يعني شوفي الكيم الفيزياء رح اقول لك بدها فهم قبل ما تحفظي بدك تفهمي بدك تعرفي شو هذا اللي عم ليش؟ يعني انت اذا ما تخيلتي هلا عم تطلع عندكم الشاشه طلاب؟ نعم طالع عندك الشاشه؟ نعم نعم طالع أم. اي فالفيزياء عموما اذا انت ما تخيلتي الوضع وما فهمتي ما, ما راح تحسني تحلي تمام؟ تمام فانت لازم تتخيليها لما بتتخيلي بيصير عليك كل شيء سهل حتى كمنطق كمنطق انت بتحسني تحلي فهمتي علي؟ ايه <applause> وهذا الشيء بيجي مع الوقت، هلا نحن عم نحاول انه كل درس نفهمه فهم نفهمه فهم مع الوقت طبعا الحفظ بيساعدنا لاز... لما الواحد بيحفظ بيتعب بالفقره بيساعدنا انه نكتب الجواب النظري يعني وناخذ عليه علامه كامله، ولكن انا لازم افهم مثلا هن بجوز قالوا لي فرضنا لعبه شد الحبل، الفريق الاول كذا والفريق الثاني كذا، ما قالوا لي قوتين متعاكستين مباشره، انا لحالي راح اعرف انه بما انه هي شد الحبل معناتها تمثل قوتين على حامل واحد وبجهتين مختلفتين تمام تمام, تمام. الله يجزيك الخير يا رب اه خلونا نتابع درسنا هلا عندنا الاحمر هون يعني انا هون رسمته اف واحد الازرق بس المهم انه انتم تعرفوا هلا هون بهذا السهم الاحمر هو يمثل اف واحد بالرسم التحتاني السهم الازرق يمثل اف اثنين والسهم الاصفر هو المحصل هلا عندي مثال محلول هو بالكتاب موجود، فريقين عم يلعبوا مع بعض شد الحبل. فريقين عم يلعبوا مع بعض شد الحبل. آه هدول الفريقين آه الفريق الاول في عندي انا ثلاث اشخاص، عندي رامي وخالد وسامر. عندي ثلاث اشخاص، رامي وخالد وسامر، رامي بشد آه بقوة مقدارها 100 نيوتن، خالد بشد بقوة مقدارها آه 170 نيوتن، وسامر سامر بيشد بقوه بمقدارها 130 نيوتن هلا هدول طرف واحد هدول كلهم مع بعضهم بيلعبوا مع يعني بيشدوا مع بعضهم يعني رامي وخالد وسامر هن الثلاثه بيمثلوا قوى على حامل واحد وبنفس الجهه لانهن فريق عم يجروا كلهم باتجاه ال مثلا خلونا نفترض اليمين انا هون ما قالوا لي انا بقوم بفترض شغله منشان يعني اسهل على نفسي هلا الفريق الثاني هن سمير ورياض سمير ورياض سمير بشد بقوة بمقدارها 180 نيوتن ورياض بشد بقوة مقدارها 120 نيوتن هدول مع بعض فريق ه هذا الفريق مع بعضه بيمثل قوتين يعني الفريق الثاني على حامل واحد وبنفس الجهة هلا انا رح اعمل مشاركة من الجهاز مشان اعلمكم كيف تحلوا حل يدوي اول شيء انا عندي القوى غير مسمى فانا بسميها بقول القوى هي عندي، يعني عندي أنا الفريق الأول، القوى هي الثانية، بكتب مثل ما قايل الفريق الأول، الأول، والفريق الثاني، هلا أنا الأسامي ما بتهمني رامي وخالد وسامر، بتهمني القوى، الفريق الأول عنده أول شيء 100 نيوتن، وعنده 170 نيوتن، وعنده 130 نيوتن. الفريق الثاني لديه قوة مقدار سمير اللي هو 180 نيوتن، ورياض اللي بيعطي يعني بيشد بقوة مقدارها 120 نيوتن. هلا انا عندي هون خمس قوى فانا ما فيني مين اطرح من مين، مين بدي اجمع من مين؟ طبعا انا اذا شغلت خيالي بعرف شو رح اعمل. انا رح اقول اول شيء اعمل رسم بيقول انه الفريق الاول هيك مع مع نفسي عم يشد باتجاه اليسار او اليمين عفوا الفريق الاول والفريق الثاني عم يشد باتجاه اليسار يعني هنا نعكس بعضهم تمام لانه شد حبل بس انا كيف بدي اعرف الفريق الاول كم مقدار القوه اللي عم ياثر فيا فاول شيء بيجي بسمي القوى بقول كل قوه مثلا ال100 بسميها اف1 تساوي ال170 بسميها اف2 تساوي ال130 بسميها اف3 تساوي ال180 بسميها اف4 تساوي وال120 بسميها اف5 تساوي هلا انا بحتاجه هون كل طرف اطالع له عناصر محصلته فانا شو بدي اعمل حتى اطالع عناصر المحصله انا شو بعمل بقول هون انه بسمي الطرف الاول لانه انا ما بدي اتعامل مع ثلاث قوى انا بدي اتعامل مع قوه وحده بتمثل لي هذول ثلاث قوى بقول عناصر محصله الطرف الاول افاتها اما عناصر محصله الطرف الثاني اف فانا بدل ما اتعامل مع اف1 واف2 واف3 بتعامل مع افتها بدل ما اتعامل مع اف4 واف5 بتعامل مع F2 هلا بقى بدي احسب بجي على افتها طب هدول ثلاث قوى اللي هن عباره عن ثلاث اشخاص رامي وخالد وسامر عم يجروا باتجاه اليمين او باتجاه واحد بيمثلوا ثلاث قوى على حامل واحد وبنفس الجهه ناتج محصلتهم هو جمع هذه القوى يعني الاف فتحه تساوي اف1 زائد اف2 زائد اف3. هلا بعول اف1 100 زائد اف2 170 زائد اف3 130 170 130 300 و100 400 نيوتن. جمع عادي فهذا الاف1 طلعت عندي طلعت عندي الاف1 هي 400 نيوتن. 400 نيوتن، الاف1 400 نيوتن. طيب هلا بيجي الاف 2 هلا انا شو هي الاف 1 هي محصله الفريق الاول محصله قوة الفريق الأول، الفريق الأول كله الثلاث أشخاص بينوب عنهم شخص بشد بقوة مقدارها 400 نيوتن، فأنا بدل ما أتعامل مع ثلاث أشخاص أو ثلاث قوى بتعامل مع قوة وحدة هي نابت عن هدول الثلاث أشخاص هيك محصلة القوى هي قوة تنوب عن هذه القوى. فأنا شوف الاف فتحة هي محصلة الفريق الأول 400 نيوتن بيجي عند الاف فتحتين اللي هي محصلة الفريق الثاني أو القوة التي تنوب عن الفريق الثاني أنا عندي اف 4 بالفريق الثاني و اف 5 طبعا أنا جبتهم من عقلي بحسن أحط 180 و 120 كبرا وتساوي 180 زائد 120 وتساوي 300 نيوتن شو هي ال 300 نيوتن؟ يعني انا اذا بجيب شخص بشد بقوه مقداره 300 نيوتن بينوب عن الشخصين اللي هن رياض وسمير اللي عم يشدوا باتجاه اليسار او الفريق الثاني. هلا في هذه الحاله انا بفكر هيك بمنطق نحن تعلمنا انه الفيزياء بدها فهم وبدها نفكر فيها بمنطق بمنطق انا عندي الفريق اللي هو الفريق الاول اللي انا سميت محصلته إفتحة بشد بقوه مقداره 400 نيوتن الفريق اللي انا سميته اف فتحتين او الفريق الثاني عم يشد بقوه مقدارها 300 نيوتن كمنطق انا راح اعرف انه هذه مين راح يربح راح يربح الفريق الاول يعني الحبل سوف يتحرك او يعني سوف ي... راح ينشد بقوه هذه القوه الى جهه اف فتحه تمام شقد قد محصلت كم هي محصلتها ناتج طرح الشدتين 300 ناقص عفوا 400 ناقص 300 راح ينشد بمقدار 100 نيوتن ناتج طرح الشدتين هذا كمنطق بيجي بكتب بقول هلا عندي الاف فتحه والاف فتحتين هدول شو بسميهم قوتان متعاكستان قوة عفوا قوتان على حامل واحد قوتان على حامل واحد وبجهتين مختلفتين وبجهتين مختلفتين طيب معناتها محصلتهم اللي هي انا بسميها اف تساوي ناتج طرح الشدتين مين الاول؟ الاول الاكبر الاكبر هو الاف فتحه يعني الاف فتحه بحطه بالاول طبعا الاكبر لازم احطه قبل الشيء اطرح منه الاف فتحتين ناقص الاف فتحتين وتساوي 400 ناقص 300 وتساوي 100 نيوتن تمام؟ وتساوي 100 نيوتن، هي هي عناصر محصلة يعني الاف تساوي 100 نيوتن، هي هي النتيجة اللي أنا وصلت لها حالي تمام؟ معناتها سوف يتحرك هذا الحبل باتجاه الفريق الأول، من الفريق الفائز؟ الفريق الأول، كيف عرفت؟ جيت انا جمعت كل القوى كل الاشخاص اللي عم يشدوا مع الفريق الاول جمعتهم لحال جمعت كل الاشخاص اللي عم يشدوا مع الفريق الثاني جمعتهم لحال شفت المحصله مين اكثر مين اقل الفريق الاول اكثر فالحبل سوف يتحرك تجاه الفريق الاول واضح هلا الطلب الثاني انه انا لازم امثل هذه القوى برسم يعني أمثلها بشعاع فأنا لازم أعرف كيف أنا بدي أعمل مقياس رسم خلونا نشوف الطلب الثاني هلا شوفوا هون صار عندي أنا عندي إف فتحة هي 400 عفوا إف فتحة وحدة 400 نيوتن إف فتحة تساوي 400 نيوتن وإف فتحتين تساوي 300 نيوتن اف المحصلة تساوي 100 نيوتن. هلا هون أنا لأنه عندي هذا المقياس أم أنا عندي لأنه القوى بالمئات، يعني أنا عندي مو 10 20 30، أنا عندي 100 200 300. فأنا بفترض أنه كل 1 سم يمثل 100 نيوتن، ليش ما قلت 10 نيوتن؟ لأنه بده يصير عندي كثير، يعني ال 100 نيوتن أنا رح مثلها ب 10 سم، ما دام أنا شفت مئات فبقول كل 1 سم تمثل مثل 100 نيوتن تمام هذا من الافتراض من عقلي ليش جبتوا هذا الافتراض من عقلي لحتى يسهل علي الرسم هلا هنا استعمل خاصيه الضرب التقاطعي هون يا طلاب بدك تنتبهوا علي خصوصا الطلاب المنقطعين عن الدراسه فننتبه على بعض من حتى يكون سهل علينا الحساب هلا كل انا انا هي انا جبتها من عندي انه كل واحد سنتي تمثل 100 نيوتن طيب كل 400 نيوتن كم هلا هون شوفوا بالضرب التقاطعي لازم الواحده هون سنتي تحتها كمان يكون سنتي الواحده بالنيوتن تحت كمان يكون بالنيوتن تمام؟ وسنتي فانا شو بدي اعمل؟ كل كم سنتي انا ما بعرف كم سنتي اساسا بقول كل X سنتي انا هون بدي اعرف كم سنتي بدي مثلها تمثل 400 نيوتن هلا في قصيدة الضرب التقاطعي اللي انا لازم اعمله هو الاتي انه انا بعمل مستطيل وهمي يعني انا هيك من مخي بعمله مستطيل وهمي هذا المستطيل يكون له اقطار ترين خليني اقمر شوي واحد سنتي تمثل نيوتن. كل اكس سنتي تمثل 400 نيوتن. هلا انا هون بقى بدي اعمل مستطيل. هذا المستطيل بيمثل او هذا المستطيل في عنده اربع اربع اطراف او قطرين. برسم اقطار المستطيل اللي هن يعني بيوصلوا بين كل زاويتين متقابلتين. هلا القطر بيكون معلق فيه رقمين. يعني مثلا القطر الاول 400 مقابل 1 سم، القطر الثاني الاكس مقابل 100، يعني كل رقم يعني في له مقابل له، المقابل هو يعني بيكون قطر المستطيل اللي انا رسمته على هي الحساب، انا ما بدي ارسمها كل مره، انا بس بكتب كل، ولكن هي للتوضيح. فهلا بجيبول بقول كيف راح احسب دائما هيك بقول اكس تساوي بحط خط كسر اللي مقابل اكس اضعه في المقام المقابل اكس على قطر المستطيل شو مقابل الاكس 100 بالمقام 100 بالبسط الرقمين الباقيين 400 مضروبين ببعض ضرب واحد تمام دائما هيك بكل ضرب تقاطعي انا بدي اعمل نفس الشيء اكس تساوي خط كسر بالمقام الرقم المقابل للاكس، بالبسط الرقمين المقابل بعضهم مضروبين ببعض. دائما بدي انتبه على موضوع انه في حاله الضرب التقاطعي الواحده هون سنتي لازم يكون تحتها سنتي، الواحده اللي فوق نيوتن لازم يكون تحتها نيوتن. دائما الطرف الواحد واحداته نفس بعضها حتى تكون صح. هلا 400 400 ضرب واحد 400 تقسيم 100 عندي هون صفرين بالبسط بيروحوا مع صفرين مع مقام بيبقى أربعة سنتيمتر معناتها الإف واحد الإف فتحة عفوا اللي هي 400 نيوتن راح أمثلها بمقدار أربعة سنتيمتر هلا بنفس الطريقة أنا بحسب الإف يعني أنا بحسب كم راح أمثل الإف الفتحتين. اللي هي محصلة الفريق الثاني بحط خط, خط مشان أفصل بقول نفس الشيء لازم نفس الفرض اللي أنا فرضته كل واحد لانه نفس المساله، كل واحد سنتي تمثل 100 نيوتن. كل واي سنتي تمثل 300 نيوتن، لانه ليش فتحتين 300 نيوتن. ان رسمت ولا ما رسمت التقاطع، خلونا لانه اول مره بنحل، نرسم هذا المستطيل، هذا المستطيل العجيب اللي عنده اقطار كل رقمين في قطر. فانا بشوف وين المجهول؟ المجهول هو واي. فبقول الآتي y تساوي خط كسر اللي مقابل للواي بالمقام اللي مقابل للواي هو المية المية بالمقام بالبسط الرقمين الآخرين 300 ضرب 1 وتساوي 300 على 100 صفرين بالبسط اضغنا صفرين بالمقام يبقى عندي 3 سنتي معنى الاف فتحتين رح امثلها ب 3 سنتي متر. تمام هلا الاف المحصله اللي هي 100 سم انا بالاساس فرضت كل واحد سم يساوي 100 نيوتن معناتها رح تكون واحد سم تمام طلاب هلا بجي شو بعمل أه بمسح اول شيء هذا الحكي بس الضرب التقاطعي لانه دائما رح يمر معنا أه انه انا لما عندي شيء يتناسب طرديا مع رقم ثاني فهيك انا بطالع المجهول مع الوقت بيصير سهل المنقطعين ما ي... ما تتضايقوا وما تخافوا مع الوقت بيصير سهل هلا أه انا بمثل الفريق الاول بقول ان هو راح يشد باتجاه اليمين راح مثله ب 4 سم 1 2 3 4 اي اف فتحه هلا الاف 2 راح ارسمه باتجاه اليسار وهو 3 3 سم 1 2 3 اف فتحتين هلا اف المحصلة اللي رح انا ارسمه بالاصفر هي رح تكون هدول انا قوتين على حامل واحد وبجهتين متعاكستين رح تكون بجهة القوة الاكبر طولة واحد سنتي هي اف فتحة هلا اللي عنده سؤال اللي عنده سؤال ترفع ايده هلا انسل 100 نيوتن اخر شيء اللي طلعت على السنتيمتر واحد هي على طول لازم هيك انه نحفظها كلمه نيوتن مثلا واحد طبعا نيوتون. لا طبعا لا انت تخيلي مثلا يجيكي قوه هي مثلا 10 نيوتن كيف بدك تفرضيها انت؟ تطلع معك واحد ملي لا بس انا لانه عندي القوى بالمئات فرضت هيك كل 100 نيوتن تساوي 1 سم اما لما مثلا اذا قلت لك القوى 30 نيوتن و40 نيوتن و70 نيوتن هون بفرض كل 10 نيوتن او تمثلها 1 سم او كل 1 سم يمثل 10 نيوتن تمام طيب أنسي هذا المستقيم اللي رسمت عليه الاف فتحه واف فتحتين وهيك انه بده حفظ بيجي منه في الفحص ولا لا ما في داعي تحفظه او هيك هذا شوفي انه انت بدك تفهميه لكن بدك تفهميه لحتى تعرفي اذا اجاكي غير شغلات وغير اطوال وغير هيك بجوز يجيكي بس قوه ثانيه يقول لك اف 1 تساوي 5 نيوتن واف 2 تساوي 10 نيوتن رسمي لنا اياهم فانت لازم تعرفي كيف ترسميهم تمام طيب انت ضروري في المسطره ولا عادي انه في ال... هيك عادي بالايد بالقلم بس يكون يكون تقدير يعني مقبول مو تكون القوه اللي... مثلا اذا اف واحد اكبر من اف اثنين انا ارسم شعاع اف اثنين اطول من شعاع اف واحد يكون شيء منطقي اذا حسنتي بالس... بالضبط احسن طبعا افضل لازم الله يعطيك العافيه يعطيك الله هلا آه عندنا تقييم فلي بده يجاوب على التقييم بس يرفع ايده ما هي عناصر محصله قوتين مختلفتين بالشده اف 2 اكبر من اف 1 على حامل واحد وبجهتين متعاكستين تفضلي يا رغد محمد عندي قوتين اف 2 f 1 نعم و مختلفتين بالشده وبجهتين متعاكستين ولكن اف نعم. 2 اكبر نعم. من اف 1 اعطيني يعني. ايوه اعطيني أيوة. عناصر المحصله. عناصرها نقطة التأثير وحاملها وجهتها وشدتها. نقطة التأثير أيوة. نقطة التأثير المشتركة للقوتين حامل أت... حاملها حامل القوتين، الجهة بجهة القوة الأكبر وشدتها حاصل طرح شدتي القوتين. طيب هون مين القوة الأكبر؟ ما يعني انا ما اف اثنين اف اثنين اكبر اف نعم. هون كاتبي لك اف اثنين فرح تكتبي انت باتجاه القوه الاكبر اف اثنين وشدتها ناتج طرح الشدتين وهو اف اثنين ناقص اف واحد انا ببدا بالطرح من القوه الأكبر من الشده الاكبر تمام نعم بس عندي سؤال لو سمحتي معلمتي هلا انا الدرس الماضي ما كنت حاضره النت ما كان في... يعني ما كان متصل بس انه هذا الدرس انت عم تعطينا كل صفحه منه درس ولا كيف يعني شو صفحات يعني احنا باي صفحه وصلنا بالكتاب نحن هلا في بدايه كتاب الكيمياء عفوا في بدايه الفيزياء الفيزياء يمكن ايه نعم. اتوقع يمكن صفحه 67 او هيك شيء من الكتاب مو كل صفحه حصه بس نحن عم نحاول الحصص الاولى تكون بطيئه لحتى الطلاب المنقطعين يقدروا يتابعوا معنا بطريقه يعني مقبوله تمام يعني نحن الدرس فقط قدرنا عناصر محصلة قوتين على حامل واحد وبنفس الجهه اللي هي بيكون عندهم اربعه نقطه التاثير نقطه التاثير المشتركه للقوتين الحامل هو حامل القوتين الجهه جهه القوتين الشده ناتج جمع الشدتين نعم يعطيك العافيه انا لأن ما حضرت الدرس الماضي فكرت انه مخلصين الدرس فانا كتبت الوظيفه وحليت الاسئله وحفظته كامل احسنتي برافو عليكي ما شاء الله انت ما ب... ما بتروحي المدرسه؟ لا والله بالبيت طيب برافو عليكي بالعكس نحن فخورين فيكي اه واي سؤال هلا شوفي الشرح يعني يعني انا عم اشرح انا يعني عم ذكركم بالدرس الماضي تمام فأنتي إيه يعني نعم ترح... هو هذا الشرح اللي عم تشرحيه انا يعني اخذته وفهمته فانه فكر يعني أيه. انه ما مع... اخذتي غير درس او هيك لا هذا هو فركزي على النظري مشان تحفظ النظري وقت الدرس يعني لما بعدين تقومي تدرسي ما يكون عندك دراسه كتير تمام لانه يعني هذا النظري بيجي بالفحص هلا نحن بالفحص اذا اجانا سؤال لازم نكتب القانون قبل الحل مو هيك انه عليه علامه القانون طبعا. لكن لكن ايه انتوا شوفوا بتختصروا فقرات بيصير صعب يعني نعم. لانه احيانا بيجي السلم مثلا انه القانون عليه علامه فانتوا ليش تخسروا علامات خطوه خطوه